والله اخويا في الاتجاه قال لك سيدي الان قامت ياك يا سيدي اكو عارفين هذه قامت ياك قامت بعض الجمعيات وكذا وكذا أه؟ وانضم بعض الفنانين لمن الى هذه الجمعيات التي تطالب وتنادي باش زيد لا لتجريم العلاقات الرضائيه الله قولوا لي منين نبدي وفين نكمل الوقت علاش تسقسيوني بحال هذا علاش قولوا لي منين نبدي ومنين نكملوا واش تعرفوا سمي العلاقه الرضائيه ولا اسمه قولوا لي واش العلاقة الرضائيه الزينة أقول الزينة الزينة يسمونه الزينة الآن في بلد مسلم دستوره الإسلام لو كان يطبق على الإسلام هذو يحاكمون ولا لا يحاكمون تطالوا اين الان النائب العام ليحرك مسطرة المتابعة كما حركت مسطرة المتابعة في من فعل اقل من ذلك ودفاعا عن الدستور ودفاعا عن الاسلام شحال من بنادم غادي يجي للمحكمة على مسائل ديال الشرع والدفاع عن الاسلام وعلى إمارات المؤمنين إذا أين أين هؤلاء الذين ليحركوا ذلك؟ أين الفرق البرلمانية التي تتحدث عن هذا الخطر؟ هذو اللي يمثلونا في, في واش كيمثلونا كمسلمين احنا ولا لا؟ ولا يبان لهم حدا صافي ما بقيناش واش عرفتوا باللي الزنا من أكبر الكبائر؟ وش واش منين نسلموا في العرض ديالنا؟ وبغيتوا والعياذ بالله تقلعوا من القانون الجنائي 490 القانون الذي يجرم العلاقات ويولي الزنا قانوني وما عندكش الحق تهدر مع مرتك وزوجتك اذا وجدتها في فراش الاخر على حقاش تقول لك انا القانون معايا لا يعني. لا ولا وبنتك لا ولا بنتك صاحبي تجيب لك الراجل للدار وتدخله بالسيف اللي تقول لك القانون معايا هذا الشيء اللي بغيتو لنا الله يا ودي انا كان حساب لي باين إلا غادي تبقاو تكلموا على كيفاش تنقذوا الناس من الجهل كيفاش تنقذوا الناس من المرض كيفاش تنقذوا الناس من الجوع كيفاش تنقذوا الناس من المشاكل اللي عامرين بها من الساسغ إلى الراس المغاربه يعانون اين الضروريات الخمس أين المسكن الصالح أين المدرسة التي يدرس فيها الأبناء أين المستشفى الذي يستقبل المرضى أين الطريق التي تفتح المجال للوصول إن شاء الله تبارك وتعالى أين 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 الماء صالح للشرب أين إيصال الكهرباء هذا هالشي ما هالشي ما ما عليه فالحين غير في يعني يعني واش خصنا حنا خصنا واش خصنا نزنيو ولا لا حشومه حتى تقول والله اصدي لا والله لا حشومه كاع واش خصنا ان شاء الله وندافعوا له كذا خصنا نزنيو نزنيو ايوا <applause> <applause> اخويا لا بغيت تزني بينك وبينه يعني علاش بغيت كاع الناس تزني حنا مسلمين يا سيدي لا اله الا الله حنا سيدي ما نزنيوش بغيت دخلنا النار بالسيف سيدنا النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا زنى خرج منه الايمان كما يخلع احدكم معطفه سيدي حنا اعوذ بالله باش ولا كاع شي واحد من المسلمين غلط راه يستر راسو يبقى بينه وبين ربي اما تديرها قانون ويسمح اللي غادي يقول للزاني اتقي الله اه يشكي به ويدخلوا الحبس وما عندوش الفلوس باش يخرج ايوا درك غادي والله جي واحد لوقيته ما تقدر تقول له ما تقدرش تبقى تقول وحدة على شركة على شرك ذيك ديك المراه ولا عشان ولا جدي ها احنا رحنا فيها ولكن لوقيته السي ارانا منين يوليو يديروا هذا القانون درك انا كنقول ان شاء الله تبارك وتعالى هذا الحقوقيين هذا اصحاب حقوق الانسان واش احنا ما عندناش الحق في البلاد كمسلمين والدستور نتاع معنا ها مش حنا ما عندناش هذا الحق حتى احنا باش نحافظوا على وليداتنا بغينا نلقاو الله تعالى ونخلي وليداتنا طاهرين بغينا نخليو البيئه لوليداتنا طاهرين والدولة انت دافع الدستور ديالك واش انا ندافع عليه انتوما تقولوا الدستور فيها انها البلاد الدين ديالو الرسمي الاسلام ايوا راه حتى على الدوله ها هو دفعي شويه حتى انت على الدستور اللي درتيه وانت مؤتمنين عليه المسألة الثالثة ورغم العلامة دائم العلامة واش الزينة ما دخلش في الدين تحليل الحرام من أكبر الكبائر لأن الإنسان إلا هو يعرف بلي هذا حرام وراه الله حرام يستغفر ربي ويتوب بينه أما إلا ولا الزنا قانوني ويديروا طي طاي وانت ما تقدرش تقول له اتق الله لان القانون معاه وشرع سيدي ربي مشى والدستور درنا درناه تحت وش 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 واش من العلماء اللي 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 على قضيه لا إدروا يديروا رساله يقولوا كفى كفى الامه الاسلاميه دستورها الاسلام حمى الله البلاد بالاسلام تاريخها الاسلام هذه الأمة عاشت على الإسلام ودافعت على هذا البلد باسم الإسلام فنصرها الله نصرها الله دائما المغرب منصور الله أنا غير من شفت الغير في المونديال ديال ديال قطر العجب الولدة صاحبي مع أمه ويسلم على راسها بغيت واحد الماين ما تبقاش يبقى ولدي وحمالو من الزينة ها ويولد هكذا هكذا بغيتو شتو يوسف وفال ما كيدير مع مو وكي وذاك اللي رقم زوج هذاك اللي يقولوا له مع الوالده ديالو والزياج مع الوالده ديالو يبكي ويكرم مو يا صاحبي شو الصوره كي دايره تاع المغاربه المغاربه استقبلهم العاهل المغربي استقبال يعني جزاهم الله خيرا الله اكبر استقبلهم هما ومواتهم وكان ذاك يوم مشهود يوم مشهود اعطاء القيمة للأمومة اعطاء القيمة لهذه القيمة العظيمة قيمة واسمه الماين الماين ما غاديش يخليوها الأمومة ما تبقاش لا حول ولا قوة إنا لله وإنا الله <applause> <يا رجل تصفيق> <applause>